مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الورقة الخاصة في عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. هذه ورقة خاصة لأننا نناقش اليوم موضوعا يعني خاصا ومحببا لينا، وهو النكتة عند المصريين، معناها ودورها السياسي والاجتماعي ومكانتها في وجداننا. هذه النكتة هي ليست فقط مجرد وسيلة للضحك، ولكنها تعبر عما في العقل الباطن، هي مرآة للأوضاع السياسية والاقتصادية، وتعكس ما يدور في العقل الجمعي للناس كما يقول المتخصصون. نتمنى إنه النهاردة يعني النكت اللي هتسمعوها معانا تكون ليست مجرد يعني وسيلة للضحك، ولكن ننظر في معناها، ونتمنى طبعا ان هي ما تكونش بايخة او قديمة. وكمان هنعرض لكم مقتطفات من حفل عربي بمناسبة العيد اقيم في لندن. الحقيقة انه كمان في على فكرة نكتة هي اقدم نكتة سياسية في التاريخ، عمرها يمكن 4000 سنة، وهي نكتة مصرية اتقالت على الفرعون سنوفرو، ويمكن تكون ما زالت يعني صالحة حتى اليوم. وطبعا هيكون في كمان نكت على الفراعين الذين أتوا بعده حتى يومنا هذا، وأكيد طبعا ربنا يستر. أكيد يعني ننصحكم تخليكم معانا. وقبل ما نخش في هذا الموضوع الشيق، بس عاوز بسرعة أرد على تعليقات جاءتنا على الحلقة الماضية التي ناقشنا فيها موضوع التوريث والشائعات حول الدكتور البرادعي وعائلته. باختصار شديد، طبعا احنا في هذا البرنامج دائما قلنا اننا ضد المهاترات، هذا شيء لا نسمح به في هذا البرنامج. كمان إننا ضد شخصنة المواضيع، ليس فقط لأننا ضد المهاترات، ولكن فعلا لأننا نعتقد أن الوضع في مصر الآن أصبح أكثر تعقيدا وعمقا من أي شخص موجود، سواء كان الدكتور البرادعي أو السيد جمال مبارك أو حتى السيد الرئيس شخصيا، طبعا مع احترامنا للجميع. أما اللي زعلانين لأننا نستضيف ناس من الحزب الوطني، سياسة البرنامج كما تعرفون دائما كانت وستكون إننا نعرض كل وجهات النظر بما فيها آراء الحكومة والحزب الحاكم، وهذا شيء لن يتغير. وإن كنا في نفس الوقت لن نسمح إنه حد يعني يفسد النقاش أو يحاول منع الآخرين يعني من إبداء آرائهم. هذا شيء يعني حرصنا عليه دائما، وهذه سياستنا ولن نغيرها، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا، أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور سامي الحلواني، المتخصص في علم تحليل الخطاب. أهلا بك دكتور سامي، أهلا كل سنة وسهلا. وأنت طيب بمناسبة العيد. أهلا وسهلا. لنا أولا إيه أخبارك مع العيد كده؟ نعم، الحمد لله. في البداية يعني أقدم التهنئة لكل العرب وكل المسلمين وكل الناس في هذه الأيام المباركة، ونتمنى إن شاء الله أن الأعياد كلها تأتي جمعا للمسلمين وجمعا للعرب، وتوحيدا لكلمتهم، وتوحيدا للصف، ورأبا للصدع. إن شاء الله يكون الأعياد محل فعلا جمع ومحل اتفاق. ثم إنني أنتهز هذه الفرصة وفي هذه الحلقة الطيبة، إننا يعني أشكر اهتماماتك الخاصة بالنقاط اللي انت بتبحث فيها او بتتكلم فيها، القضايا الساخنة سواء كانت سياسية، سواء كانت لها بعد اجتماعي او ما الى ذلك، او الاوراق المصرية اللي هي احتفت كتير بانك بتقابل مسؤولين، وانك انت بتستقصي الحقيقة، وانك بتقدمها بكل شجاعة. كما انني اشكر شجاعتك في انك بتفسح المجال لكل الاراء،
سواء مع او سواء ضد، مالكش اتجاه معين او نوع من التحيز شكرا. او ما الى ذلك. فده كله يعني هو ده المنبر اللي مطلوب الحقيقة انتشاره، شكرا جزيلا، أشكرك شكرا انتشاره جزيلا، بحيث ان الناس تلاقي حاجة شكرا. اسمها موضوعية، حاجة اسمها الله حيادية، يخليك. حاجة قلنا اسمها معلش، قلنا يعني تخصصك يمكن شوية نادر، يعني مش كتير، يعني قول لنا ايه هو علم تحليل الخطاب الأول؟ هو يعني ديسكورس اللي هم بيسموه، هي لغويات علم النص او تحليل الخطاب زي ما بيسألوها. الخطاب ده مش معناها اللي هو خطاب السيد الرئيس او خطاب مسؤول او ما الى ذلك، اللي هو السبيتش نفسه. يعني الخطاب بيحمل مضامين اتجاهات الكلام. يعني سيادتك انت لما هتتكلم هفهم خطابك، هل هو خطاب الاعتزاز بالديمقراطية ام خطاب الطائفية ام خطاب العنجهية ام خطاب القوة؟ يعني الاتجاهات التي ترسم الكلام اللي يتحدث به المتحدث او يكتبه الكاتب. يعني فهي مجموعة لغة فهم المقاصد دي، ده بنسميه فهم المقاصد وليس الشكل العام. لأن النهاردة أنت هتتكلم عن النكتة، والنكتة الحقيقة إحدى الخطابات التي لا يتوافق فيها الشكل مع المضمون، أو اللي هي الأسلوب الغير مباشر. فيبقى فيها النكتة بتتضمن مقاصد تانية خفية، فيها رمز وفيها إشارة وما إلى ذلك. فهم المقاصد هو فهم اتجاهات النكتة رايحة فين، بتشير لإيه. طب لو طبقنا يعني الكلام ده على الحالة المصرية والنكت عند المصريين، يعني ايه كان دايما يعني مقاصد النكتة؟ هل مثلا هي كانت مثلا نوع من المقاومة مثلا ضد الظلم، ضد القهر، ضد الإلقاء، يعني الضنك مثلا الناس متضايقة، أو إن هي بس وسيلة للضحك والترفيه والمصريين بيقولوا عليهم يعني ولاد نكتة مثلا؟ إيه المقاصد في الغلب عندنا يعني؟ هي النكتة صورة من صور التعبير، والتعبير هنا هيلم كل الأبعاد، أبعاد اجتماعية، أبعاد نفسية، أبعاد سياسية، مرام سياسية. يعني هي النكتة هتبلور الحالة الكلية، الحالة الشاملة للمجتمع. لو حبينا نقيس المزاج الاجتماعي للمجتمع هتبقى النكتة. لو شفنا ان النكتة دي صورة سريعة للضحك والاضحاك، تمام، هنلاقيها تمام بتلبي هذا الغرض وتتقابل مع الفكاهة، تمام. لو لقيناها انها رد فعل، هي برضو في الاول هي فعل مقصود. لو لقيناها هي انتاج، هنلاقيها هي ابداع. فهي النكتة ستتناول من السيكولوجيين، هيقولوا فيها كلام وارتباطها بالكبت، وهتلاقي حاجة طيب. نظريات كتير تتكلم فيها، علم الاجتماع هيتكلم فيها. طيب انت قلت السيكولوجيين، واحنا معانا دلوقتي الدكتور احمد شوكة الطبيب النفسي. اهلا بيك يا دكتور، وكل سنة وانت طيب. زي ما سمعت كان الدكتور سامي بيقول ان هي يعني ليها مقاصد وتعبر عما يعني يجري في العقل الباطن. يعني سؤالي ليك، هو النكته حاليا عند المصريين سواء كانت نكت سياسيه او اجتماعيه، يعني في يعني تنوع شديد، يعني يمكن ما فيش حاجه تقريبا المصريين ما بينكتوش عليها، يمكن يعني ما شاء الله. يعني ده معناه ايه بالنسبه لحاله الناس النفسيه الاجتماعيه في رايك؟ هو كقاعدة عامة النكتة أو الفكاهة أو السخرية اللي فيها نوع من التهكم موجودة في جميع ثقافات المجتمعات، بس احنا النهاردة بنتكلم عن موضوع مصر، فهنخص بها المجتمع المصري اللي هو مشهور بالنكات والقفشات والتعليقات. طبعا النكتة يعني لها أنواع وأساليب أو أسباب مختلفة، منها تعبير عما يجيش به العقل الباطن اللي هو العقل الصحيح، لأن العقل الظاهر الإنسان مليان بالديناميكيات والمحاورات والسياسات عشان نتعايش مع اللي حواليه، إنما العقل الباطن اللي هو بيظهر في الأوقات اللي بيكون فيها سيطرة العقل الظاهر على العقل الباطن ضعيفة، هي اللي بتحتوي الرغبات الكامنة عن النكتة، فهي تعبير عما يجيش في طبيعة المصريين هنتكلم عنهم النهاردة، سواء من الناحية السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الرياضية، الفنية، خلافه.
السبب الآخر إن هو ممكن يكون وسيلة من وسائل التعايش مع الواقع. أنا مش قادر أغير الواقع اللي أنا فيه، لأن الواقع اللي أنا قادر فيه أقوى مني ومتحكم فيا، أو يعني عنده قوة أكتر مني، مش قادر أغيره أو أتحاور معاه، فأتحايل معاه عن طريق النكتة. فالنكتة أو الدعابة أو الفكاهة بتخفف عن نفس الشخص التعامل مع الواقع. السبب الثالث إن هو ممكن يكون وسيلة لتفسير أو تبرير الواقع، لأن الإنسان فينا لما يتعرض لمشكلة أو لموقف سواء اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي أو حياتي، بيحاول إن هو يعني يشغل أساليبه أو الحيل الخداعية اللي عنده، التبرير، الإنكار، التهويل، التكبير، التضخيم، دي كلها بتظهر في موضوعات النكتة. السبب الآخر المهم إن هو كان العالم الشهير النفساني فرويد سماها اللي هي سقطات أو زلات اللسان، اللي هي parapraxis. دي قال إن هي التعبير الحقيقي فعلا عن الواقع بطريقة أدق وأشمل. وفي يعني أمثلة بتقول كتير، إذا أردت أن تعرف شعبا فعرفه عن طريق نكاته وقفشاته وسخرياته، ليس عن طريق يعني كتابه اللي هم الجادين أو المثقفين. المجموعة الأخرى بقى اللي هي يعني الشعب المصري بينفرد فيها، إن الشعب المصري طول عمره على جميع عصوره كان عنده موضوع الفكاهة والدعابة جزء من تراثه وجزء من حضاراته وجزء من بنيانه كإنسان. أستاذنا الكبير في علم النفس دكتور يحيى الرخاوي في جامعة القاهرة عنده مؤلفات جميلة جدا عن النكات والأمثال الشعبية المصرية ومدلولاتها على مدلول الشخصية المصرية، على مدلول الواقع المصري أو التعايش مع الواقع المصري. دكتور شوكا، يعني أنا معايا نماذج، طبعا احنا كنا بنقول ان معانا كمان اقدم نكتة في التاريخ، اللي هي طلعت نكتة اقدم نكتة سياسية، طلعت نكتة مصرية ممكن عمرها 4000 سنة. وعايزين كده نستعرض، يعني عندنا حاجات سياسية وغير سياسية، ونحاول يعني معانا بقى هو يعني جباهزة في علماء نفس وخطاب، ونحاول نحللهم. وكمان عايز ارحب بالاستاذ انديل حماد، انضم الينا الان رجل الاعمال. اهلا بك استاذ انديل، وكل سنه وانت طيب. وانت كنت عامل يعني احتفال بالعيد عندك في مطعم الشيشاوي، انت صاحب مطعم الشيشاوي المعروف في لندن، احتفال بالعيد، احتفال عربي بالعيد، هنكلمك عنه وهنشوف اجزاء منه، فكمان تعلق لنا على النكت دي. اهلا بك يا فندم، وكل سنه وانتم طيبين، الأمة الإسلامية كلها بخير إن شاء الله. طيب، في أولا أقدم نكتة في التاريخ بيقول لك إنه الفرعون سنوفرو كان طالع يصطاد، ففي حد بيسأل التاني بيقول له إن إيه يعني أحسن طريقة ترفع بيها معنويات الفرعون، فرد عليه وقال له إنك وهو بيصطاد ترمي واحد من العبيد في المية ثم تصيح وتقول له انها سمكه كبيره يا سيدي. ففي ناس يعني انه شافوا يمكن ليه علاقه بالواقع، ان يمكن لسه في ناس لغايه دلوقتي بيحاولوا ينافقوا الفرعون او يرفعوا روحه المعنويه بان هم يقولوا يعني او يعملوا حاجات غريبه، زي مثلا واحد رئيس تحرير صحيفه حكوميه كتب في يوم عيد ميلاد الرئيس انه مصر ولدت يوم ميلادك، يعني مصر اللي هي بقالها كم سنة اتولدت يوم ما اتولد الرئيس. ايه رأيك في الكلام ده؟ هو دكتور شوكة، هو الحقيقة يعني النكتة اللي هو بتاعت الفرعون اللي ما في المية دي بتدل على ان الفرعون لا يخلق فرعون، الملك قد يولد ملك وابن ملك، ولكن احنا اللي بنزود ألوهية هذه الملك او بنزود فرعنة هذا الملك عن طريق الطبقة أو الحاشية اللي حواليه اللي هي بتحاول تستنفع أو تستفيد أو تصطاد في الماء العكر أو خلافه. فدي نقطة في غاية الأهمية. النقطة كمان ما هيش واقع بس عن التعبير العام أو التعبير السياسي. المصري حتى الأصيل الجميل بينكت على نفسه، يعني في نقطة بيقولك إن واحد جه في الامتحان وقال لأبوه أنا طلعت الأول في الامتحان، قال له ده شيء ممتاز، كم واحد دخل الامتحان يا ابني؟ قال له أنا كنت بس لوحدي في الامتحان. فحتى عن الواقع الشخصي الإنسان بينكت عن نفسه. فهي دي يعني المحورين اللي بيأكدوا كلامنا، إن هو أنا مش قادر أتعامل مع هذا الفرعون أو هذا الطاغية أو هذا الرئيسي في العمل أو زميلي في الشغل أو ضابط الشرطة اللي بخاف منه أو خلافه،
فبتعامل معاه عن طريق نكتة. في هنا بقى مدلول جميل ان النكتة دائما غالبا بيكون داخلها معنى مستتر. اي نكتة فيها معنى ظاهر ومعنى مستتر او كامل. المعنى الظاهر هو الذي يبعث على الضحك والهستيريا والفرفشة. المعنى الكامل حقيقة يبعث عن الأسى ويبعث على البكاء أحيانا. فنان العظيم الله يرحمه نجيب الريحاني كان أحسن واحد يقول نكت ويبكيك ويفرحك في نفس الوقت. والمونولوجيست العظيم اللي هو كان بيقف يقول نكت للناس على المسارح زمان في ساعة قلبك وخلافه قادر على إضحاك الناس وفي دقيقة على إبكائهم على واقعهم المرير المؤلم. طيب في معنا كمان نقطتين ونشكر يعني اصدقائنا اللي بعتوهم لنا يمكن لهم علاقه بالتوريث ويعني نسمع عليهم تعليق من ضيوفنا انه في اول رمضان طبعا احنا في مصر كتير عندنا نكت عن المساطيل فواحد مسطول بيقول لزميله انه يعني سامع كل الكلام ده كان في اول رمضان يعني سامع كل الناس بيقولوا رمضان مبارك رمضان مبارك فقال له مش عارف انت تعرف مين رمضان مبارك ده قال له والله ما اعرفش بس يمكن هو كمان نزل انتخابات الرئاسه فيمكن ليه علاقه بالتوريث. النكته الثانيه انه كمان نفس المسطولين دول بواحد بيقول لزميله انه يعني انت ملاحظ ان المنايفه اللي هم طبعا اهل محافظه المنوفيه في مصر المنايفه بيحكموا مصر من 40 سنه يعني رئيس السادات كان من المنوفيه كمان ويمكن يحكموها 40 سنه ثانيه فقال له والله فعلا بس انا خايف يسموها مملكة مصر المنوفية ولا حاجة. فإيه رأيكم في معنى النكت دي؟ هو بالنسبة للنكت اللي بتتقال ساعات بتبقى فيها نوع من أنواع السخرية على أساس أن دايما كل نكتة ليها تمن أنك بتضحك واحد على واحد تاني أو بتقول له مثلا حاجة بتنزل من قدر الإنسان التاني أو حاجة. النكتة طلعت في يعني الشعب المصري روحه خفيفة وشديد الملاحظة قوي الملاحظة ففي حاجات مواقف بتعدى على الإنسان ساعات ممكن يترجمها لنكتة وذكاء الإنسان ساعات بيخليه يترجم الموقف اللي هو ممكن يكون موقف يعني يبكي ممكن يخليه عشان يخفف عنه فبيقلب الموقف لنكتة. كان الشعر برضو أيام زمان في العصر لا بس خلينا مع النكتة يعني إنه يعني واضح إنه زي ما قلنا نكتة الفرعون يبدو إن المصريين ده جزء يعني عندهم دكتور سامي إن حكاية إن هم ينكتوا على الفرعون دي قديمة وإنه يعني في نوع من الشجاعة انه ده جزء من حياته ان هو نوع يعني من الثقافه يعني ما هي يعني يزعل ما يزعلش هو دي جزء من ثقافتهم يعني هي النكته فيها الحقيقه قراءات كثيره جدا يعني منها الناتج الاجتماعي او الابداع. حته النكتتين اللي انت سيادتك تفضلت بيهم دي هي الاول بتدينا مرايه عما يفكر فيه الشعب المصري او اللي بيماشي او منتشر في الكلام والتفكير مع الشعب المصري حوالين قيادته وسياساته وحاجاته ومستقبله. فهي بتبرز او بتعمل هايلايتنج للاهميه القصوى لمين يحكم أو الحالة الراهنة اللي موجودة فيها مصر في الحالة السياسية أو المسرح السياسي. الشعب في حيرة يعني إنه في حيرة الناس مش عارفين مين اللي داخل الانتخابات. ما زال بعد. فأنا قال لك يمكن هو كمان داخل انتخابات الرئاسة. يمكن هو داخل انتخابات. الشعب المصري كمان بيتميز بالاستشراف أو بالتعالي على المواقف أو برؤية المواقف من خلال وجهاته أو من خلال ثقافاته المتعددة. شعب دمس، شعب قوي. شعب فيه عراقة شعب ما يعني أفقه أوسع من اللي هو عايش فيه من اقتصاده أو من إيه حالاته الاجتماعية اللي هو عايش فيه مهما كان على مر الظروف والأزمنة تمام شعب راسخ مع شعب اللي هو عزيمة مع الشدائد اللي مر بيها يعني. طيب دكتور شوكة في كمان يعني ملاحظة ان احنا زي ما كنا بنقول انه ما فيش حاجة ما يعني المصريين ما نكتيش عليه يمكن مش يعني نادر في الثقافات ان مثلا الناس ينكتوا على التعذيب يعني التعذيب اللي هو شيء بشع جدا يطلعوا منه نكتة. تمام. يعني مثلا في نكتة بتاعت الموميا اللي هم لقوها نكتة يعني مومياء مجهولة مش عارفين هي دي بتاعت مين ولا امتى
وحار فيها العلماء مش عارفينها، فوزير الداخليه تطوع وقال لهم يعني سيبوا لي الموضوع دوت، وبعد 24 ساعه رجع قال لهم اتولدت سنه 1491 الظهر الساعه 12. فالعلماء استغربوا قالوا له ازاي عرفت يعني، قالوا لهم اعترفت يعني، قال لهم اعترفت يعني، هم خلوها تعترف. كمان المعتقل اللي هو اخذوه ونزلوا فيه ضرب متواصل، فصرخ فيهم قال لهم يعني حرام عليكم، هو كله ضرب وضرب مفيش شتيمه عندكم؟ يعني الناس بيطلعوا نكت على التعذيب، يعني ايه معنى الكلام ده؟ اعتقد بتأييدا لكلام الدكتور سامي ده من عبقريه الشعب المصري. يعني الشعب المصري من اول شعوب العالم يا استاذ خالد اللي نكت على نفسه. احنا اول ناس نكدنا على الصعايده ونكدنا على البحارنه ونكدنا على المنوفيه ونكدنا على الدمايطه ونكدنا على البورسعيديه وقلنا البخله وقلنا يعني صح، وطلعنا الامثال عليهم. احنا من اجمل شعوب العالم اللي نكت على نفسه، وده يدل على ايه؟ يدل على قوه ومتانه ورساخه في الشخصيه، ان الانسان مش خايف حتى ان بينكت على نفسه وعلى اهل بيته وعلى عياله. الانجليز لما بينكتوا على الايرش او على الويلز بتقوم الدنيا بتقعدش وبيزعلوا بياخدوها بحساسيات شديده. التعذيب لان هو التعذيب شيء فظيع وشيء بغيض وشيء ضد اي عرف ضد اي تقاليد. الشعب بيتعامل معاه بهذه الفكاهه اللي حتى بتنم عن فجاجة صارخة. فهو التعامل مع الواقع المؤلم عن طريق النكتة أو التعالي على الموقف، الموقف التعذيب اللي هو مفيش حد أعلى منه لأنه في ألم شديد. الشعب المصري بذكائه وخبرته ورسخته وحضارته ولونه وطينه بيتعالى على هذا الموقف الشنيع البشع بهذه النكتة. فده شيء رائع. انت شوف فيلم حتى يعني بتاع احنا بتوع الاتوبيس لما مسكوا الناس كلهم اتوبيس ودوهم نازلين ضرب في عبد المنعم مدبولي وعادل امام، وهم بينضربوا بيضحكوا يقولوا يا جماعه احنا بتوع اتوبيس. شيء رائع جدا يعني، كوميديا غير عاديه، كوميديا فيها دراما وميلو دراما وسيكولوجيه واجتماعيه وتعامل مع الموقف بطريقه في منتهى الذكاء. ولكن الخطوره هنا بقى ايه؟ ان احنا لو تمادينا في النكت وعشنا في عالم النكت قد يبعدنا هذا عن التعامل مع الواقع، وقد يبقى واقعنا بدأ بقى ما هو واقع حقيقي، واقع واهي او واقع سينمائي، وده مش كويس لانه بيخلي الانسان يبتدي ينعزل ويعيش في عالم احلام اليقظه وعالم النكته ولا يؤدي دوره الاجتماعي. دي سموها علم النفس ان هو وصل لمرحله من الاحباط الشديد والياس الشديد، فقد القدره والتعامل مع الواقع والمستقبل والحاضر اللي هو موجود فيه، فبينعزل ويضطر ان هو يعني يتكافئ بقى ويتعاون مع المعتدي ويصير هو معتدي اخر. هنا الخطوره بتاعت الموضوع اذا زاد الشيء عن حده يعني. تمام، شكرا جزيلا دكتور احمد شوكة الطبيب النفسي، وكل سنة وانت طيب. طبعا احنا معانا نكت تانية ومعانا ضيف اخر وهنواصل الكلام في هذا الموضوع، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. اهلا بكم مجددا وكل عام وانتم بخير مره اخرى بمناسبه عيد الفطر. ينضم الينا الان الاستاذ الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائيه من واشنطن. اهلا بك يا دكتور وكل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه، اشكرك يا سيدي. حضرتك لسه راجع من مصر يعني في زياره بعد غياب استمر 3 سنين، فاحنا عايزين نسألك الأول يعني كعالم اجتماع، حضرتك من أكبر يعني علماء الاجتماع، فقول لنا يعني كعالم كيف رأيت يعني الاختلاف في المجتمع المصري، الروح المصرية كيف تأثرت بالأوضاع يعني الاقتصادية والاجتماعية؟ هل المصريين ما زال عندهم يعني روح الفكاهة والنكتة ولا يعني تأثرت بالأوضاع؟ كيف رأيت المجتمع المصري بعد غياب 3 سنين؟ أولا يعني طبعا جزء من الخبرة كان الانفعال الوجداني الشديد، التأثر بالعودة إلى الوطن بعد غياب 3 سنين و3 شهور، وبالتالي
تعليق حالة المجتمع المصري إلى أن أخبره من جديد. فقضيت الأسبوع الأول أتحسس وأراقب دون أن أتحدث أو أعلق على أي شأن عام، إنما مع الأسبوع الثاني والثالث بدأت تتضح لي معالم جديدة على المشهد المصري، أهمها الإحباط الشديد، وثانيها الإحساس بأنه المستقبل سيكون أسوأ من الحاضر، وبالتالي نوع من أنواع الهروب المجازي أو الفعلي، الهروب الفعلي في الرغبة في ترك مصر إلى أراضي أخرى، إلى بلاد أخرى، حتى لو كان ذلك ينطوي على مخاطر شديدة للنفس. وشوفنا هذه الظاهرة فيما يسمى بزوارق الموت أو مراكب الموت، شباب مفروض يبقى طموح ومفروض يبني بيحاول يهرب، ويهرب بأي طريقة حتى إذا كانت زوارق سيئة الصنع وغير قادرة على عبور نهر، ما بالك عن عبور بحر هائج زي البحر المتوسط. الحاجة التانية اللي لاحظتها وطبعا بألم شديد هو انه الروح انه مش بس مفيش أمل في المستقبل، انما اليأس من إصلاح النظام ككل، والرغبة في تغيير مش مهم هو ايه، انما الجزء المازال حي في المجتمع المصري يرغب في التغيير بأي شكل أشكال. وبالتالي كان هناك احتفاء شديد برمز زي رمز الدكتور البردعي، لأنه بتكلم عن التغيير، هناك إحساس أنه محتاجين دم جديد، محتاجين قيادة جديدة. ودي كانت شيء يعني طبعا بدي أنا كمراقب كعالم اجتماع أنه ما تزال القوة الحية حتى اللي مع ندرتها، إنما راغبة في أن تستأنف المسيرة بشكل ما، وتبحث عن أي زعيم أو قائد أو رائد يقود هذه المسيرة. دي يعني الملاحظات العامة اللي أنا شفتها. روح الفكاهة أنا كنت أسأل باستمرار في نكت جديدة يا جماعة، ما فيش نكت جديدة. يعني حتى البرامج اللي بتحاول انها تكون برامج ضحك على التلفزيون او في الراديو فيها شيء كبير من الافتعال، انما النكتة اللي كنت تلاقيها على المقاهي المصرية في قعدات الانس في السهرات المصرية تكاد تكون اختفت تماما. هل ده مشهد مؤقت والشعب هيستعيد روحه ومرحه وفكاهته وحتى ضحكه على نفسه؟ أرجو هذا، لأن ده جزء من الثقافة المصرية وجزء مهم جدا أبقى للمصريين قدرتهم على مقابلة أو لقاء أو مواجهة المشاكل مهما كانت صعبة، مهما كانت يعني عنيفة في وقعها. طب هو في يعني كم نكتة قلنا مش عارفين يعني هيكونوا جداد يعني بالنسبة لحضرتك أو لأ، بس إن هي كمان فيها يعني نكت سياسية، يعني مثلا ودي حتى منشورة في الجرايد إن في واحد بيسأل التاني تفتكر التغيير يعني في مصر هيحصل إزاي، يعني هيجي من المؤسسة، من النظام، من البرادعي، من الدكتور سعد الدين إبراهيم، من أيمن نور؟ قال له ولا واحد من دول. قال له من مين؟ قال له من عند ربنا. فمش عارفين هو قصده ايه يعني. كمان الحزب الوطني عشان داخل الانتخابات فبيقول لك انه بعتوا له نصيحه اذا كان عايز يفوز في الانتخابات بدون تزوير لازم يتخلص من نواب القمار ونواب سميحه ونواب القروض ونواب المخدرات ونواب النقوط ونواب ضرب النار، اما اذا كان عايز يعني يخش الانتخابات ويفوز بدون مشاكل فعليهم النواب يعني يتخلصوا من البرنامج الانتخابي إذا كبست عليهم الشرطة.
دي حاجات عينة. في حاجة ليها علاقة بقى بالموضوع، حضرتك أثرت جدلا واسعا لما رحت مصر ووقعت بيانا اللي هو البيان لدعم ترشيح السيد جمال مبارك يعني رئيسا، وفي ناس قالوا ان ده يعني يعتبر تراجع عن موقفك، حضرتك من اوائل الناس اللي عرضوا التوريث يعني من سنة 2000، وانه في ناس قالوا عملت صفقة مع النظام، وانه يعني ان ازاي ان انت تدعمه للترشيح بدون ما يحصل تعديل في الدستور، وبالتالي بدون وجود اي ضمانات يعني للنزاهة. فيعني اشرح لنا موقفك من هذا الموضوع اذا سمحت. يعني اولا للتصحيح، يعني انا اشكرك طبعا، انا قلت بيان او مشهد دعم ترشيح سيد جمال مبارك. دعم ترشيح سيد جمال مبارك وليس دعم انتخاب السيد جمال مبارك، والمتحمسين له أتوا إلي في الساعة 5 يوم 29 من الشهر الماضي، يعني آخر يوم لي كان في مصر، وساعة قبل الإفطار، وقالوا أنت تؤمن بحقوق الناس المتساوية؟ نعم، أؤمن بحق كل المواطنين وبالمساواة بينهم في كل شيء. قالوا طيب ما رأيك في ترشيح السيد جمال مبارك للرئاسة؟ قلت كمواطن مصري من حقه أن يترشح، شأنه شأن غيره. طيب في عندنا إحنا متحمسين له، وإحنا لنا إحنا أعضاء في الحملة الشعبية لدعم ترشيحه، هل ممكن توقع على هذا الأمر دعم ترشيحه؟ قلت وقع قوي على دعم ترشيحه، شأنه شأن أي مواطن مصري، بشرط إن المواد المعيبة اللي قصرت الترشيح عليه وعلى أبوه تتعدل. وده يعني هم طبعا جزء من ده مكتوب في الوثيقة اللي هي المادة 77، لكن مش المادة 78 و88، إنما يعني ده كان الواقع. هل أنا بدعم انتخابه؟ لا، أنا ضد انتخابه وضد انتخاب أبوه وضد أنه تستمر هذه الأسرة في الحكم، إنما كراجل حقوقي أؤمن بحق كل الناس بما فيهم المبارك. طبعا من حقهم يترشحوا، هل أنا معهم؟ لا، مش معهم ولا ضدهم، زي ما سيادتك تفضلت، أول واحد يعني أطلق إنذار التوريث سنة 2000 وبسببه دخلت السجن 3 مرات، مش مرة واحدة، 3 مرات. فيعني الموقف واضح، لكن لازم الإنسان يكون متسق. أنا كراجل حقوقي كداعية و أحد المشتغلين بحقوق الإنسان، ومن حق كل الناس حتى أعدى أعدائي أو أعدى خصومي له حق إنساني أعترف به. كونه هو بقى سلوكه بيحرم الآخرين، أحارب هذا الحرمان أو أحارب هذا السلوك. ولكن يا دكتور، لما حضرتك يعني تدعم ترشيحه بدون ما تشترط تعديل المادة 76 و88، ان حضرتك عارف ان ده معناه ان هو اكيد هيفوز في الانتخابات، لانه بدون رقابه قضائيه وبدون فرص متساويه للجميع، فاكيد يعني ان هو هيفوز. فالناس يعني بصراحه طوروا ان ده خطا كبير جدا من حضرتك، وادى لحاله من الاحباط الشديد يعني. وما اعرفش اذا كان هذا له علاقه، يعني هل حضرتك كنت يعني مستاء من اوساط المعارضه؟ هل انت لم تلقى الترحيب مثلا من القوى السياسيه؟ لا لا لا، سيادتك انت ما برضو، انا هعيد نفسي تاني، انا قلت لك انا اشترطت علشان اوقع البيان ان انا اقول تعديل المواد الثلاثه الاربعه، مش بس مش هم حطوا في البيان ماده واحده، الماده 77، انا اضفت قلت يعني ادعم ترشيحه كترشيح اي حد تاني بشرط تغيير 3 مواد. انت كتبت كده في البيان يعني؟ طبعا طبعا طبعا. هذا كلام جديد انا لم اسمعه يعني بصراحه. ايوه، لان هم أظهروا الجزء الأول اللي يهمهم، وده وأنا قلت كده في البيان اللي صدر تاني يوم على طول، إنما الناس بتقرأ على سطر وتسيب سطر. قلت لما لقيتهم عملوا هذه الزفة والضجة الإعلامية، قلت يا جماعة الناس دي يعني، وقلت الظروف اللي هم جم فيها، وقالوا أنت يعني بتؤمن بالمساواة وبتحقق كل الناس إلى آخره،
وبالتالي حق الراجل ده انه يترشح، طبعا انا مع حق كل مواطن مصري انه يترشح، انما بشرط تغيير كل المواد المعيبه في الدستور طبعا. والتي اقحمت على الدستور لكي تقصر الترشيح عليه وعلى ابوه، يعني على حسن مبارك وعلى جمال مبارك. الكلام كان واضح جدا في التوقيع على البيان وفي المؤتمر الصحفي اللي كان مصاحب له وفي البيان اللي انا اصدرته ثاني يوم لما لقيت الضجه الاعلاميه اللي الحزب الوطني او انصاره حبوا يعملوها. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك الاستاذ الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائيه. حاجه قدير، انت عندك نقطتين عايز تقولهم عشان نرجع للنقطه الثانيه، اتفضل. هو كان في بالنسبه للزباله في مصر والتراكمها في مصر في كل حته، ف مره صرصار بيرجع عمال يجري ورا عربيه زباله، فقابل صرصار تاني قال له امال عمال تجري كده يعني وخايف وبتجري ومرتبك ورا عربيه الزباله، واخد بالك؟ فقال له امه جم قالوا حلموا الزباله خطفوا مراتي، واخد بالك؟ يعني طبعا اساءه كتيره للزوجه يعني برضه يعني. طب الثانيه لا هو يعني مرات الصرصار طلعت في كوم الزباله، فهو بيجري ورا كوم الزباله عشان ايه؟ يجيب مراته من كوم الزباله اللي هم. النقطه الثانيه، في مدرس كان اتحال على المعاش فنزل قعد في بلده، وفي يوم كده قال لك انزل ايه البندر اللي هو فيه المدرسه اللي كان بيشتغل فيها يعني، فماشي كده في الشارع فجاله صداع فعدى على الاجزخانه فشاف واحد صيدلي قاعد في الاجزخانه، فالصيدلي بيقول له مش انت الاستاذ توفيق مدرس الانجليزي اللي كان بيضربنا زمان وطلع عينينا، فاكر لما خدتني ضربتني على ايدي وبهدلتني؟ فقال له قال له معلش يا ابني ما انت عارف التدريس ومهنه التدريس يعني بتدعي عند الانسان ساعات ايه يعمل جد، فماشي برضه لقى مأمور واقف في كمين كده، فالمأمور نادى عليه قال له تعالى يا استاذ، مش الاستاذ توفيق اللي زمان كان بياخدنا يضربنا في الفصل وبتاع، فاكر لما ضربتني على ايدي بالخرزانه انا النهارده بقيت مأمور؟ قال له يا ابني والله انا معلش يعني. فماشي قال لك اروح بقى بدل ما كل واحد قابلته ضربته، فماشي راح على محطة الاتوبيس عشان، فعدى واحد شايل صندوق بتاع ورنيش فبيقول له تمسح يا استاذ؟ قال له امسح يا ابني، واخد بالك؟ فحط له البتاع كده، فالواحد عمال يبص له من تحت لتحت، فبيقول له مش انت الاستاذ توفيق زمان كنت بتدرس لنا الانجليزي وجيت تضربني، فانا لما جيت تضربني قمت انا عين ايدي في السماء ودبك بنيه في وشك وضربك روسيه كسر مناخيرك وبتاع ورفدتوني من المدرسه؟ قال له عشان كده ما نفعتش يا ابن الكلب. طيب دكتور سامي، انت كنت عايز تعلق على كلام دكتور سعد الاول. الحقيقه الموقف ده بيقول ان الحياه كلها نكته. ليه؟ لان النكته بتعتمد على الجديد والغير متوقع، على عنصرين، الجديد والغير متوقع. ليه؟ الجديد والغير متوقع بيعملوا ايه؟ بيعملوا اثاره، بيعملوا انك توصل للهدف، يعني تحقيق الايه؟ الهدف. فالحقيقه كون ان شخص ما او عالم ما كان له اتجاهات ثابته في فتره ما وفي حقبه ما وياتي في فتره ما اخرى تمام ويغير، دي نكته. فهذه ما فيش أجمل منها. طيب. تمام، لأنها بتلعب الحقيقة على تغيير الأهداف وتغيير الاستراتيجيات لتحقيق أهداف شخصية أو أهداف اجتماعية يعني. هو تعليق على كلام الدكتور إن كان في زمان غير الوقتي، الوقت الفضائيات شغلت الدنيا كلها ما كانش زمان، كان زمان التفريج عن الناس كانوا بيعملوا زي وركشوب، واخد بالك؟ او قاعده بتجمع فيها مجموعه فيهم بقى ناس مساطيل وفيهم ناس يعني اذكياء جدا، فكانوا بيقعدوا يتباروا في النكت ويقولوا نكت، واخد بالك؟ فكان
يعني في الوقت ده تولدت موضوع مجموعه نكت كبيره جدا. الوقت الكمبيوتر والفضائيات والحاجات دي كلها لهت الناس عن ان هم يكونوا يعني عندهم سرعه في البديهه او يقلبوا موقف لنكته او حاجه زي كده، لان طيب. المخ بقى مشغول بحاجه تانية غير ان هو يدور على نكته. طيب هم يقولوا النكت اللي عندنا، لان حقيقه كميه كبيره، نشكر يعني الاصدقاء اللي صحفونا بيها. يعني بيقول لك كمان نكت يعني سياسيه، ان واحد مقدم على شقه من ايام الرئيس السادات، وبعدين اخيرا بعتوا له جواب قالوا له نبلغك ان الرئيس السادات توفى وتعالى جدد الطلب بتاعك. طبعا النكت على يعني الزعيم هي مش بتدور على شخص معين، يعني بيطلعها على الزعيم بشكل عام، فممكن تطبق على اي زعيم من ايام الفرعون. يعني انه في صاحب عربيه فول معلق صور للرؤساء، يعني فواحد بيقول يعني بيقول له ايه الصور انت معلقها دي؟ قال له الرئيس عبد الناصر، يعني ده زعيم العرب ونصير الغلابه. قال له ايه؟ قال له السادات طبعا، الرئيس بتاعنا اللي يعني حارب اسرائيل وانتصر. وقال له الصوره الثالثه دي؟ قال له لا، ده ابو شريكي في عربيه الفول. مش عارف في يعني في مثلا اثنين صعيد قاعدين مع بعض فالدنيا مطرت. فالتاني بقول له يا اخي والله شوف، قال له يلا خلينا نلعبوا الحكومه. الحكومه يعني الحكومه هي مسؤوله. يعني مسؤوله عن المطر كمان. طيب هو احنا مش عايزين نقول الصعايده، لان هم الصعايده دول ناس طيبين جدا وناس عظماء وطلع منهم ناس. فخلينا نقول بلدياتنا عشان ما حدش يزعل. بلدياتك او بلدياتي بلدياتنا. فاثنين بلدياتنا برضه بيلعبوا شطرنج، فقال لك ان الملك مات منتحر في الاخر بسببهم. ان كمان واحد بلدياتنا عمل عمليه نجحت فراح عملها تاني. وواحد بلدياتنا كمان توفى ف نزل له 62 ملك يحاسبوه، يعني اثنين يحاسبوه بيقول لك 60 عشان يفهموه ان هو مات يعني. وكمان بلدياتنا راح تزوج، فكان بيشتغل مدرس رياضيات وكان مشكوك في اخلاقه فخلف ولد شبه منحرف. كمان بلدياتنا راح للدكتور قال له لازم تمشي 5 كيلو كل يوم، فبعد اسبوع قال له اتصل بيه قال له انا وصلت اسكندريه ها كويس ولا ارجع تاني. فده جزء. في حاجات تانية هنكمل، ولكن خلينا نشوف عندنا كاريكاتير كمان، فيه هو كمان نوع من النكته كاريكاتير وصور الاسبوع، تعال نشوفها ونرجع تاني للنكت. اول واحد دول اتنين كمان قاعدين يعني كان بيشربوا شيشه تقريبا، وواحد بيقول للتاني مين قال ان جمال مبارك ما عندوش شعبيه؟ لعلمك لو ترشح في الانتخابات الجايه ممكن الناس تختاره، بس يكون المترشح قصاده احمد عز. ده مجلس رجال الاعمال اللي هو كان مجلس الشعب سابقا، طبعا اشاره لانه بعد الانتخابات الجايه هيكون كله رجال اعمال. ده قطار التغيير في يعني طريقه للتصادم مع قطار التوريث، ومحدش بقى يعرف ايه النتيجه الله اعلم. دول اتنين مواطنين غلابه، واحد بيقول التاني ان الحكومه مش ملاحظ ان الحكومه بتتخن واحنا بنخس. ده مواطن غلبان يعني لم يبقى لديه الكثير، وقدامه وزير الماليه واللي هو بيدور دلوقتي على سبل لتمويل انشاء محطه الضبعه النوويه. فالمواطن بيقول له كان على عيني يعني، مفيش بقى ما تفرضش علينا ضرائب ولا حاجه، ما عندناش يعني. دي سيده اجهضت جنينها فبيستغرب جدا اللي حصل، وتقول للدكتور ازاي الواد يسقط يا دكتور، ده ابوه في الحزب الوطني. الصور الأسبوع عندنا الدكتور البرادعي في حفل الإفطار اللي هو مؤخرا، وكان يعني بعد عودته من الخارج. ده الكحك، كحك العيد الشهير طبعا، كل عام وأنتم بخير. هذا الطفل الفلسطيني للأسف هو يعني بيعيد بدون أبوه، لأنه أبوه استشهد في غارة إسرائيلية على الحدود المصرية الفلسطينية قبل أيام. هذه الغارات المتكررة يعني هي في رأي كثيرين هي اعتداء على مصر، كما أنها اعتداء على
غزة لا يمكن ان هم يضربوا الحدود، بيكون في يعني اعتداء على مصر كمان. هذه اثار الغارة، يعني هم طبعا الغارة قالوا ان هي تستهدف تدمير الانفاق، فهذا هو موقع الغارة والدمار اللي نتج عنها. هذا احد المصلين في ليلة القدر بصلاة يعني في الصلاة بعد او في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة. طيب انت كنت بتتكلم على الصعايدة، او احنا كنا بنتكلم على الصعايدة، يعني استهداف طبقة معينة، كل بلد، مصر الصعايدة، فلسطين الخليلة، سوريا اهل حمص، الاردن اهل السلط، يعني العراق الاكراد، كل بلد له يعني كده ناس معينين مستهدفينهم. ليه يعني انت حضرتك من الصعيد او يعني؟ لا انا من المنصورة. بس طب ليه الصعايدة في مصر ناس طيبين وكويسين؟ ليه كل النكت ثلاث ارباع النكت عليهم؟ الصعايدة ناس ناجحين جدا وناس اذكياء جدا وناس يعني حياتهم كلها كفاح ونضال، يعني ناس كويسين جدا. بس هو كل شعب كده بياخدوا منه طايفة بيكون فيها مثلا عاداتهم وتقاليدهم بتختلف شوية عن بقية الشعب، ليهم حاجات صارمة كده ومواقف ساعات يعني بتثير الضحك ساعات، أو تصرفات بتثير الضحك ساعات. ف يعني زي ما انت قلت كل شعب وفي مجموعة كده من الناس اللي فيه ليهم تصرفات غير تصرفات الشعب في مواقف معينة. هل ده دكتور سامي، هل ده له علاقة يعني أسباب ثقافية مثلا، أنه أهل الصعيد كانوا تاريخيا يعني ثقافة نقية، يعني لم يتعرضوا للاحتلالات، لكثير من الاحتلالات اللي مصر تعرضت لها، هم بقوا يعني منعزلين عن باقي الثقافات، فيعني ليهم ثقافتهم الخاصة. هو ده بيدرج تحت أدب النكتة، وده الحقيقة كتير أو دلو يعني مش كتير بتتبعوا الأسباب التاريخية لمدينة ما أو لمكان ما، تمام، ينصب عليه النكتة يعني. فالنكتة الحقيقة يعني وليدة أو الفروق الثقافية بين مكان ومكان، بين قبيلة وقبيلة، بين مجتمع ومجتمع. فتلاقي انها بتركز دايما على بخل منطقه ما، الغباء او السذاجه. البخل بسرعه بيقول لك ان واحد بخيل قالوا له يعني لو الدنيا برد جدا تعمل ايه؟ قال لهم على جنب الدفايه. فقالوا له طب ولو البرد زاد؟ قال لهم يعني البس تقيل وعلى جنب الدفايه. قالوا له لو تلج بقى؟ قال لهم خلاص هشغل بقى الدفايه امر لله. ان كمان واحد بلدياتنا راح فرنسا قالوا له يعني سهل، اللغه الفرنسيه سهل جدا، اي حاجه بس قول عليها او، اللي عايز مثلا ليمون قول عاوز ليمونو، سهل هيفهموك يعني. فدخل المطعم قال لهم عايز واحد فرخو واحد رزو مع شويه ملوخيو، فالجرسون قال له باردو، قال له لا 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 سخنو. كان بالنسبه للواحد بخيل بسرعه بس بيقول لك في واحد بخيل مات، ف لو كتب في الوصية بتاعته ما تغسلونيش أنا مستحم. طيب بسرعة قول لنا عشان الوقت خلص، قول لنا على الاحتفال اللي انت عملته. انت عملت احتفال عندك ودعيت إليه يعني مجموعة من وجوه الجالية العربية هنا، قول لنا كده، احنا هنشوفه بعد الفاصل، لكن قول لنا كده كيف كانت الأجواء والأجواء اللي كانت موجودة فيه. أنا الحقيقة من بعد طبعا انت دعيتنا فيه مشكورا وكنا موجودين. ربنا يخليك يا رب ويعود عليك الأيام بخير. أنا حبيت أرجع ذكرياتنا لأيام العيد وإحنا صغيرين، بالك بس طبعا إحنا كبرنا في الأيام دي. كمان ده مش كتير شائع هنا إن العرب يجتمعوا في المناسبات كده، للأسف أحيانا تعدي مناسبات ما نشوفش حاجات كده تجمعات عربية. عارف بقى شغل الحياة هنا ودفع الفواتير والمسؤوليات اللي إحنا بناخدها دايما ككبار بتلهي الناس او معظم الناس عن التواجد في التجمعات دي. فانا حبيت الحقيقه استغل الفرصه دهيت وادعي مجموعه من الاصدقاء والناس اللي هي موجوده في لندن عشان نجتمع ونحتفل يعني
بالعيد ونخلق جو كده من الجو الاسري الحلو تمام. بتاع زمان، وناكل ترمس وكحك وكان في حاجات جميله جدا وفول سوداني. شكرا شكرا جزيلا ليكم الاستاذ دكتور سامي الحلواني المتخصص في علم تحليل الخطاب، واستاذ انديل حماد رجل الاعمال، شكرا جزيلا لكم وكل عام وانتم بخير. فاصل قصير ونعود اليكم، فابقوا معنا. برحب بجميع الإخوة والأخوات اللي شرفوني في اليوم اللي بنجتمع فيه مع بعض عشان نفتكر فيه ذكريات اللي احنا وحشتنا جميعا من زمان، واللي بتفكرنا بأيام الطفولة وأيام ما كنا بنستنى البيجامة بتاعتنا عشان عند الخياط لغاية الساعة 5 الصبح ونكويها ومش عايزين حد يلمسها، ونفسنا الصبح يطلع عشان نطلع على المراجيح ونلف على قرايبنا عشان نلم المضيوع بتاع العيد بتاعنا ونروح نقضي يوم جميل. النهارده طبعا احنا كبرنا وبنشوف اولادنا للاسف في الغربه اللي احنا عايشينها، ما بيستمتعوش بالحاجات اللي احنا استمتعنا بيها زمان واحنا صغيرين، بالرغم ان احنا ما كانش عندنا نفس الامكانيات الماديه واحنا صغيرين. السلام عليكم، انا احب اهنئ كل المشاهدين وبالعيد، وايضا كل زملائي واصحابي في العالم العربي بمناسبه العيد. والعالم العربي مكان جميل جدا، وانتم محظوظين جدا ان انتم لسه موجودين فيه، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا. وانا اسمي اروى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لهذا الجمع، والإخوة تكلموا عن العيد والعيد في الغربة وعدم الإحساس بالعيد، وأنا في اعتقادي أني كل يوم يمر على الإنسان وهو في صحة وسعادة فهو نعمة من الخالق وهو عيد كبير. وشكرا جزيلا لهذا التجمع اللي احنا موجودين فيه، وكلنا موجودين الحمد لله بصحة وسعادة. وأتمنى للجميع عودة الأعياد، أعياد سعيدة وأعمار مديدة إن شاء الله.
شخص بسيط أخذ أخوه على الطبيب، فالطبيب بيقول له هو أخوك عنده إيه؟ قال له عنده تويوتا بيضة. أنا هيام حداد من الأردن، ولدت بالأردن ولكن الجنسية عربية. أنا عضو مؤسس في الملتقى العربي الثقافي في لندن، وأدرس اللغة العربية في جامعة وستمنستر، وأحب أن أهنئ العالم العربي والإسلامي بعيد الفطر المبارك، وعاد علينا الله وإحنا إن شاء الله العام القادم في الأقصى. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وأنتم طيبين، والسنة الجاية يعود علينا جميعا بخير يا رب. اسمي حامد الفي، بقالي 35 سنة في هذه البلاد، أعمل محاضر وأستاذ في المؤسسات التعليمية العربية. بحب الناس وأحب الوجه العربي، وأحب الكلمة العربية، وأحب الخط العربي، وأحب اللحن العربي، وأنا عربي مهما عشت هنا ومهما امتد بي الزمن. وإن شاء الله نتواصل جميعا في كل المناسبات، وكل عام وأنتم بخير. نكتة عن العهد الناصري، مع أن أنا ناصري يعني من قمة رأسي إلى أخمص قدمي. في الحقبة الناصرية تصادف أنه كان يحكم اليمن الجنوبي بعد الاستقلال رئيس منتخب اسمه قحطان الشعبي. فالمصريين في هذه الوقت كانوا زي الأزمة المالية والأزمة التموينية مستحكمة حلقتها على الشعب. فبيقول لك أنه بيقول له أنا الرئيس قحطان، بيقول له أنا قحطان الشعبي، قال له فعبد الناصر قال له أنا شعبي قحطان. بسم الله. أعتقد مثل هذا التجمع يعكس علينا دفء نفتقده في بلادنا، فأيضا هذا دفء الغربة اللي نصنعه سويا مع بعض يعودنا كثيرا عما افتقدناه في وطننا. ولا أملك إلا وجه كلمتي للأهل في مصر وفي الوطن العربي، وأقول لهم وطني لو شغلت بالخلد عنه لا نازعتني إليه في الخلد نفسي، ولهذا نحن معهم وبالقطع هم معهم معنا أيضا. الجانب الآخر، كما نتذكر الأهل في الوطن لابد أن نتذكر الأهل في العراق وفلسطين ولبنان وفي كل مكان من هذه الأماكن، ونقول لهم هذه المحن إن شاء الله ستنجلي، وأعيادنا القادمة ستكون أفضل بكثير من العيد الحالي، ونقول للجميع كل عام وأنتم بخير. أنا يعني هقول نكتة ريفية، نكتة شائعة ونكتة ريفية بقى كمان، لأن أصولنا الريفية أحيانا، والأستاذ أنديل عارف، بتنقح علينا دوما يعني. عمدة وشيخ الغفر نزلوا البندر، انتوا عارفين البندر هي المدينة الصغيرة اللي تجمع مجموعة قرى يعني. فراح البندر فقعد على القهوة، فنده للجرسون بيقول له احنا نسمي السوبيا في مصر نسميها شعير. فبقول له يا حضرة العمدة تطلب ايه؟ قال له اطلب واحد شعير. فراح لشيخ الغفر قال له يا شيخ الغفر تطلب ايه؟ قال له وحضرة العمدة طلب ايه؟ قال له طلب شعير. قال له اديني انا واحد تب. بالنسبة في فترة من فترات الازمات، فواحد راح يشتري سمك. فاشترى سمكة وكانت لسه صحية. فراح بعت قال لهم يا جماعة اشتروا لنا زيت عشان نقلي السمك. فما لقوش زيت. طب هاتوا لنا حاجة نشوي السمك. فراحوا ما لقوش فحم. فبعد كده لقوا السمكه طلع الله ينصر دينك يا عبد الناصر. السلام عليكم. نشكر في الحقيقه في البدايه الاخوه القائمين على هذا الحفل، وكل عام والجميع بخير. ارسل تهاني العيد كذلك للاهل بالسودان وبريطانيا وكل دول المهجر، وكذلك لكل الشعوب الأفريقية والعربية. في الحقيقة يعني تستحضرني نكتة سودانية
بحتة من شمال السودان، أرجو أن يفهمها الإخوة. هي تتعلق بشخص سوداني ذهب للعمل في المملكة السعودية وأمضى 9 أشهر بحثاً عن العمل ولم يحصل على العمل. في النهاية اضطر أن يرجع إلى السودان إلى موطنه. فعندما رجع إلى السودان بعد إكمال 9 أشهر سألوه الأهل في السودان لماذا رجع إلى السودان. فطبعا هو أمضى 9 أشهر ولم يجد العمل، وطبيعي كان يرجع للسودان. فأهل المنطقة كانوا يعني ساخرين، معروفين بأنهم ساخرين وأهل النكتة. فذكر لهم والله سبب رجوعي إلى السودان هو أني رجعت للوضوء للولادة، وهو رجل. شكرا جزيلا. مساء الخير، أنا اسمي مجدي عباس، أنا مترجم قانوني وعشت هنا 32 سنة في بريطانيا. فحب أهنيكم بالعيد وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. وبالرغم من الأستاذ أنديل كان بيحكيه، هو يعني العيد دلوقتي أعتقد بعيد عن بلادنا وبعيد عن أهلينا، إلا أن في نفس الوقت الجالية كبرت وبيبقى فيه مجالات زي الملتقى بنقدر أن احنا نعيد طريقة استمتاعنا بالعيد وبنتجمع، ويعني بنعتبر كعائلة كبيرة، مش لازم على مستوى الأسرة ولكن على مستوى الأصدقاء. والملتقى هنا عبارة عن مصغر للمجتمع العربي، ومش كلنا مسلمين على فكرة، في بعضنا مسيحيين جايين وبيهنونا في العيد، وإحنا بنعتبر مصغر هنا للوطن. فكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. نكتة لإخواننا السودانيين نرحب بيهم في العيد. فبتقول إن 2 سودانيين ما تقابلوش بقالهم فترة طويلة جداً، فما تقابله فبيقول له بعد ايه عثمان فينك؟ قال له والله مرجان انا اتجوزت وعندي 5 عيال. قال له الكبيره هالس اسمه ايه؟ قال له عثمان. قال له الثاني؟ قال له اسمه عثمان. والثالث عثمان. والرابع؟ قال له اسمه عثمان. والخامس؟ قال له اسمه محمد. قال له ايه دي، مسيحي دي ولا ايه؟ مساء الخير عليكم جميعا، اسمي يوسف بلبيسي، انا من الاردن، بقى لي 12 سنه عايش في بريطانيا. نكتة أحكيها باللهجة المصرية عشان تكون مفهومة للجميع، قلناها قبل شوي. في واحد عنده كلب، كلبه مات، فقرر يعمل له عزة. فالناس قاموا الدنيا وقعدوها، قالوا له ايه يا راجل تعمل ايه، ازاي تعمل عزة للكلب بتاعك؟ قال ده اللي حصل بقى، انا هعمل عزة للكلب بتاعي. راحوا للعمدة قالوا له ايه يا عمدة، محمد عاوز يعمل عزة للكلب بتاعه. قال الله ده ما يصحش، انا هروح واتكلم معاه. راح لمحمد قال له ايه يا محمد، ايه اللي بتعمله ده؟ قال له اصله دي وصية الكلب. قال له الله، وصية الكلب، انت بتقول ايه؟ قال له أصل الكلب سب 200 جنيه، قال 100 تديهم للعمدة ومية تعمل بيهم عزة. قال الله، هو المرحوم قال كده؟ بس شكرا جزيلا. السلام عليكم، أنا مازن حمدان، بقالي في بريطانيا 17 سنة، متزوج وعندي ولد وبنت، وبشتغل مدير مبيعات في شركة نظارات. طبعا أي حد عنده ضعف مشاكل في عيونه يعني، فمشكلة نظر عيني إن شاء الله. أيوة، حد ما عندهش نظر يجي ونعمل اللي علينا والباقي على ربنا. وبرحب في الجميع وببلغ تحياتي طبعا الأهل في الأردن، وأنا من مواليد فلسطين وزرتها مرتين في حياتي، وأتمنى طبعا أني أرجع وأزور وأقدم تحياتي لكل الأقرباء في فلسطين والإخوة طبعا في مصر، وتحياتي للجميع وشكرا لكم، كل عام وانتم بخير. أنتم مساء، رح أحكي جزئين من أو مقطعين من قصيدتين. رمضان كريم وعيد مبارك، شكر للحوار، شكر خاص جدا لهيام حداد الزميلة في اللجنة الإعلامية التي تشاركنا إحياء العيد كظاهرة اجتماعية، فشكرا لها لاحترام هذا الطقس الديني. أيضا
في بيت شعر يحضرني لمحمود درويش، في سؤال عن الهوية وارتباط الفلسطيني بالغربة أو الفلسطينية ارتباطها بزوجها في إطار الغربة، من قصيد من ديوان سرير الغريبة. أوجه تحية خاصة لزوجي مازن حمدان وأقول له ما قاله درويش يوما: لتكن أنت أمي في بلد الغرباء، وخذني برفق إلى من أكون غدا. وأستذكر أيضا بيت المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد. ربما هذه دعوة أوجهها إلى السيد محمود عباس للتوجه لقاعة المغادرين فورا، بسبب أن هذا العيد مخزي يحط من شأن النضال الفلسطيني وهو يمارس طقس المفاوضات بكل هذا الانفتاح. شكرا لكم. السلام عليكم جميعا. أنا صباح علي الشاهر، كاتب وإعلامي. العيد في الحقيقة هو عيد في أي مكان وأينما كان، ولكن عيد عن عيد يختلف. أنا شخصياً ربما منذ أكثر من 35 عام وأنا لم أشعر بالعيد، وهذه ليست مشكلة ربما بالعمر، العيد دائماً يشعر به الأطفال، ليس بسبب الغربة فقط، لكنني حاولت جهد الإمكان مع أطفالي الصغار عندما كانوا في الحضانة أن أخلق لهم عيد، وكانوا هم صغار يسألوني في اليوم الأول أو الثاني من العيد: بابا هل هو هذا العيد؟ أقول: لا، العيد مو هذا، هذا شكل من أشكال العيد، العيد أجمل. ثم تمر السنوات، يدخلوا بالمتوسطة وأعمل لهم ما أعمل من أفراح، يسألوني: هل هذا العيد؟ أقول: لا، مو هذا العيد، هذا شكل من أشكال العيد أحيانا. إلى أن كبروا وتخرجوا من الجامعة ما عاد يسألوني، صارت لهم أعيادهم الخاصة. آمن الجاسم، طبعا أنا أول شيء أشكر القناة، قناة الحوار، أنه جمعتنا هاي الجمعة الجميلة، ولأول مرة طبعا أنا أحضر هيك قاعدة بمناسبة العيد، وأقدم تهنئاتي بمناسبة عيد الفطر لكل الأمة العربية وللعراق طبعا بالذات، وأتمنى العيد القادم أنه يكون بلدنا يعني بأمان واستقرار إن شاء الله. شكرا جزيلا. نوح عبد الوكيل بخيت جيلاني، سوداني ومحامي ومقيم بالمملكة المتحدة وطالب دراسات عليا بجامعة لندن. تهنئتي للتهنئة بعيد الفطر المبارك للعالم الإسلامي جميعا، وللعالم للأمة العربية والإفريقية على وجه الخصوص. وتحياتي يعني للسودان السوداني، والسودان بلدي العزيز، وأتمنى أن أرى وطني السودان العام القادم موحد شماله وجنوبه رغم الصراعات ورغم المشاكل، وأتمنى أن أرى وطني مستقرا يعيش في أو ينام على وسادة حرية وديمقراطية واستقرار سياسي. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. يمكن أنا بقالي في بريطانيا في حدود 6 سنوات، هم مش مجمعين، قضيت فترة في القاهرة وفترة هنا، بس أول مرة أحس إن أنا فعلا بحس بطعم العيد. فالجامع ده حاجة يعني فكرتني بأهلي وبوطني وأنا بس أستأذنكم كده دقيقتين في أرجعكم بالذكريات ورا لأيام العيد اللي احنا بنفتقدها حاليا ومش حاسين بيها. بقول: صباح العيد، صباح نادي على وطني، على أهلي وأمي وأبويا وولادي، صباح المجد يا بلادي. صباح رمضان، رمضان اللي جانا وسهانا وخدنا على اخوانا وطار كما الرهوان. صباح الذكريات يا مصر، صباح سينا وعدينا ورفعنا رايات النصر. صباح الجنود الأسود اللي دغدغوا الصهاينة ساعة أذان العصر وكتبوا فجر جديد. صباح العيد، صباح العزة يا غزة يا أطهر أرض، رجوعك فرض
أنا الفارس على حصاني وإنت العرض، ومين على أرضنا الطهرة يقدر يشارك العدو في هتك العرض؟ صباح الفرقة والأحزان على لبنان، على قدس الحزينة وعلى الجولان، على صنعاء، على بغداد، على حلم الولاد الصغيرين الأيتام المشردين. صباح الخير يا عربان، صباح الغيط الناشف من المحاصيل، صباح الغم والتزليل يا أوطان، صباح الليل والشمس المدم تقيل، صباح الغربة يا أحباب، صباح الغربة يا أحباب، وقلوب متقفلة بأبواب، ومشاعر بتتنهد وتتألم، وعذاب ما في بعده عذاب. صباح الحب يا قلوبنا، سنين بتجر في شبابنا، بعيد وبعيدة أحبابنا، ننام على هم وبنصحى على التنهيد. صباح العيد، صباح العيد يا عم عبيد، مدي الإيد، حط إيديك في حصلتي وزودهم، والنبي السنة دي تزيد، بلاش خمسة، حط صوابعك العشرة ووريني الفرق ما بينك وبين عيدية من خالتي. آه لو يا زمن ترجع وشوفني في وسط إخواتي بنتسابق في عز الليل، وعم الهادي بيغني بصوت نادي، وأنا ماسك أخويا بدر، بنجري من العشاء للفجر لحد عم ضيف ما يخلص بجامة العيد، بنخطفها ونحضنها ونطير كما الريح، وطول الليل بنفكر امتى النهار يطلع، امتى حنركب المراجيح، وطول الليل بنتأمل ونتسابق على الشبابيك. نوح عبد الوكيل بخيت جيلاني، سوداني ومحامي ومقيم بالمملكة المتحدة وطالب دراسات عليا بجامعة لندن. تهنئتي للتهنية بعيد الفطر المبارك للعالم الإسلامي جميعا، وللعالم للأمة العربية والإفريقية على وجه الخصوص، وتحياتي يعني للسودان السوداني والسودان بلدي العزيز، وأتمنى أن أرى وطني السودان العام القادم موحد شماله وجنوبه رغم الصراعات ورغم المشاكل، وأتمنى أن أرى وطني مستقرا يعيش في أو ينام على وسادة حرية وديمقراطية واستقرار سياسي. مساء الخير، أنا اسمي سعيد وسري، أعمل في مجال الصحافة والعمل التطوعي. أحب أهني الجميع بعيد الفطر المبارك، ولا تحضرني أي نكتة، ولكن يحضرني تعبير بليغ لتعريف الدبلوماسي، وهو الرجل الذي يتذكر تواريخ ميلاد النساء ولكن لا يتذكر أعمارهن. مساء الخير لكل الحبايب والناس حلوة اللي هنا مشرفانا. محمد دبوس، مدير فنادق وسياحة. فرصة سعيدة جدا أن أنا نبقى مع الناس الحلوة اللي هنا كلها، مع الأساتذة والأعلام. بختلف مع اللي بيقولوا العيد طعمه، يعني لا، في أي مكان كلمة العيد معناها أنك يعني بتشارك إحساسك مع كل الناس اللي معك، طبعا بتختلف عن مصر، بس مع كل الأصدقاء وكل الأحباب بنعمل أعياد، وربنا يديم الأعياد. كل سنة وطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ممدوح متولي، في لندن من 36 سنة. فأنا بهني كل الإخوة اللي موجودين بيتفرجوا علينا بالعيد، ربنا يعيدوا علينا بالخير والسعادة إن شاء الله. كان بالنسبة للنكتة، هو واحد خطيب بخروا بالغلط بالحشيش، بعد خطبة الجمعة راحوا له البيت، قولوا يا مولانا أنت قلت غزوة بدر بالطيارات فصدقنا، بعد كده قلت صلاح الدين فتح القدس بالكيماوي، إنما قريش تبيع أبو لهب ب50 مليون دولار، ده استهبال. هذه النقطة بس. السلام عليكم، أنا اسمي صبح بيومي وصحفي، وطبعا أنا سعيد جدا بالجمع الجميل المشرف بكل الحاضرين بكل اسم موجود.
حقيقة مناسبة جميلة جدا، وقناة الحوار فعلا عملت شيء انها تجمع الناس الائمة دول والناس الفكر والثقافة في مناسبة جميلة زي عيد الفطر. يا رب يعود على الأمة العربية والأمة الإسلامية بالخير وبالنصر في القدس إن شاء الله. وبنتهي الفرصة وبعد تهنئة مصر وشعب مصر والأمة العربية كلها بمناسبة العيد الجميل ده، وكل سنة وحضراتكم طيبين والأمة العربية والإسلامية بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين ويكون عيد مبارك عليكم جميعا وعلى الأهل إن شاء الله بمصر العزيزة. وأنا بقدم تحياتي لكل الجمع اللي موجود، وبحيي والدتي وزوجتي وأولادي بمصر وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وبقدم تحياتي وتهنئتي للأمة العربية ومصر بصفة خاصة. وبمناسبة النكت يعني تعليقا على الموضوع اللي هم 9 شهور بتوع السودان، في واحد بقى راح العراق وقعد 9 سنين، فهو كان فاشل في رحلته يعني، فنزل فبيقول لوالدته بتقول له ما جبتش اي حاجه من العراق وكده، الله والله يا امه كانت الظروف يعني صعبه شويه. قالت له يعني انت جيت وما جبتش فلوس معاك ولا جبت حاجه؟ قال لا والله ما جبتش حاجه. قالت له ولا اي حاجه؟ لا كانت الظروف وحشه. قالت له ما كانش ظرف جه في صدرك وكان ريحنا وخلاص من الظروف اللي كانت جات لك دي. شكرا جزيلا ليكم فعلا على يعني تشرفنا في هذه الظروف والوقت القصير، وفعلا شرفتونا بحضوركم، وكل عام وانتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمه الله.